لقاء خريجي الحركة الطلابية في حزب التجمع يعد فعالية تهدف إلى تجميع خريجي حركة الطلابية لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات بين الأعضاء ودعم المجتمع والمساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. ويسعى حزب التجمع الوطني الديمقراطي جاهدا لتعزيز دوره في الحياة السياسية والاجتماعية، كما يواصل العمل بكل جدية وإصرار لتحقيق أهدافه وتطلعاته. بيان حجيرات التقت الحضور والقائمين على المؤتمر. الحركة الطلابي عادة في تاريخنا كان عماد الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل، في التجمع، في الأحزاب الأخرى حقيقة. واليوم في عندنا لقاء خاص، هذا كان قرارنا باعتقادي استراتيجيا مهم لإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية بالداخل لجمع أكبر عدد ممكن. هذا كان لقاء، يعني إحنا كنا قرار سريع وما كان عندنا كفاية وقت، بس إحنا بنبني القوائم اكتشفنا كميات رهيبة، عندنا كنز بشري رهيب. محاولة اليوم من خلال هذا اللقاء إنه الشباب والصبايا يشوفوا بعض، لهم فترة طويلة لقاء اجتماعي، وبالإضافة إن نفكر مع بعض على تنظيم مجتمع وعلى إعادة بناء الحركة الوطنية وكيف كل واحد يأخذ دوره. وبالأساس يعني أغلب قياداتنا إحنا في الداخل، من رئيس لجنة المتابعة لأعضاء الكنيسة لرؤساء السلطات المحلية، جزء كبير منهم نشأ في الحركة الطلابي وفي العمل الطلابي، ولذلك في عنا فرصة هون للتنظيم بشكل أفضل، كمان لقاء اجتماعي. المبادرة هي مبادرة مهمة جدا من أجل إعادة تنظيم وترتيب خريجي الحركة الطلابية على مدار السنوات، من أجل إحياء العمل الجماهيري كمان الحزبي وكمان على الساحة الجماهيرية. فدائما التواصل مع الحزب دائما كان المضبوط، ولكن إقامة جسم اللي راح يكون مظلة لجميع الخريجين والكوادر اللي كانت على مدار سنين، برأيي الشخصي راح يكون لها الأثر الكبير على العمل الجماهيري بشكل عام، وكمان على العمل الحزبي بشكل خاص. صراحة في وقت التعليم أنا كنت في التخنيون، ما كانش في عنا إمكانية نتنظم كحزب سياسي، خاصة بالتخنيون بيمنع هاي الأمور، بس إحنا رغم هذا الإشي بتذكر عملنا جمعنا حالنا كتجمعيين وسمينا حالنا حركة الهوية، وأقمنا ونظمنا عدة فعاليات قومية ثقافية غنائية اللي ساهمت جدا بفكر ببلورة شخصية الطلاب العرب في حينه. كان في إنجاز في حينه، جمعنا زي قاموس أو معجم كلمات في العبرية اللي إحنا بنستعملها كتير في اليوم يوم، وأغلب الناس في اليوم يوم بلاقوش شو الكلمة في العربي. احنا عملنا زي قاموس معجم بكل الكلمات العلميه العبريه او من يوم يوم كيف بشكل صحيح في العربي، ونشرناه وقتها بين الطلاب. وانا محضر مع الطلاب وبتصل تليفونات، راجعنا يعني عدد كبير جدا من الذكريات، منها نشاطات وفعاليات كبيره جدا، تنظيم ندوات، نقاشات، مظاهرات، فعاليات من خلال لجنة الطلاب العرب، من خلال جفرة تجمع الطلاب الديمقراطي محليا وقطريا. ومن أجمل الفعاليات كان في عنا فترة الانتفاضة الثانية، بداية الانتفاضة الثانية والمرحلة اللي بعدها، جزء كبير من الناس اللي نشط موجودين هنا معنا، كان في دور كبير جدا أيام هذا العمل الطلابي في كل شيء، في كل مجالات الحياة، وكان في حركة طلابية قوية اللي يعني عملت دور كبير جدا. فمن هاي الفترة عندي يعني ذكريات كثيرة، بس أنا عدت فترة طويلة بالحركة الطلابية، فجزء كبير من الشباب والصبايا بعرفه. يمكن أصعب شيء كان أنه بسنة 2000 كانت هبة القدس والانتفاضة والأقصى، وكان عمليا في عمل نضالي كبير جدا في الجامعات الإسرائيلية، مش بس في جامعة تل أفيف، ولكن جامعة تل أفيف بفترتنا كانت من الرواد في هذا المجال. هذا تم نسخ النضال من الشوارع في القرى والمدن العربية الفلسطينية في الداخل إلى داخل الحرم الجامعي.
أحلى شيء كانت دائما المحاولات الفاشلة لاستفزاز التجمع وإيقاعه بالفخ لم تنجح ولن تنجح. يعني الصراعات والصدمات اللي كنا نخوضها في شموخ ضد المؤسسة وضد المؤسسة سواء الأكاديمية الملاحقات الأكاديمية أو من الحركات الأخرى سواء كان إم ترتسو أو أي حركة أخرى، دائما كنا شامخين صامدين ثابتين وسنبقى كذلك.